والآن وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. إلى زميلي رجائي رمزي جاهز معنا الآن. أهلا بك رجائي، تفضل. أهلا بك نهى، أهلا بك ريهام. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام، حيث حقق معدلات نمو وصلت إلى 8.3% مقارنة ب 2% العام الماضي. وأكدت الوزيرة استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاديات العالمية رغم تخفيف القيود في بعض الدول واستمرار تفشي بعض سلالات كورونا عالميا، ما يلقي بظلاله على اضطرابات في سلاسل الإمداد وما أثر على ارتفاع معدلات التضخم، كذا السياسات النقدية للبنوك المركزية. بنشهد الفترة دي حالة كبيرة من عدم اليقين ما زالت مستمرة منذ ظهور الجائحة والتحورات السلالات المتحورة المختلفة مع بعض الاضطرابات الجيوسياسية اللي بتحصل في المنطقة، كل ده بيؤثر على حالة عدم اليقين الموجودة، أثر على معدلات النمو على مستوى العالم، أثر على أيضا معدلات التضخم نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، وده اللي بنقول عليه في حالة من التعافي غير متكافئ بيبقى في طلب بعد التعافي الصحي وفي نفس الوقت الانتاج مش كافي، فده بيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم. صراحة الهيكلي احنا ابتديناه في 2016 والتركيز على يعني تقويه الاقتصاد المصري، وكمان في ظل جائحه كورونا الحكومه ما استنتش فتره طويله علشان تتخذ اجراءات معينه لتحسين الوضع الاقتصادي، لا بالعكس في بدايه الجائحه كان في يعني رد فعل قوي من الحكومه المصريه لمواجهه تحدي الوباء. أوضح رئيس الهيئة أن قناة سويس تولي اهتماما كبيرا بتشجيع نشاط السياحة البحرية، وذلك عبر تقديم حوافز تتضمن تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 50% للسفن السياحية بشرط توقفها في أحد الموانئ المصرية. وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية أو بالسعودية أن التعاون في مجال السياحة البحرية يعد نقطة التقاء تجمع ما بين السعودية ومصر، وهو مجال واعد في ظل ما يتيحه المستقبل من مشروعات كبرى تتبناها المملكة في منطقة البحر الأحمر. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا يشير إلى تحول شاشات مختلف البورصات العالمية إلى اللون الأحمر، ذلك بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية. أوضح رسم توضيحي تسجيل المؤشرات الرئيسية بالبورصات الأمريكية واليابانية والأوروبية أيضا تراجعا جماعيا إلى أدنى مستوى، مما دفع بأموال المستثمرين للهروب إلى الملاذات الأمنة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر. وأشار مركز المعلومات إلى أن المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي سيطرت على أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014، في حين تباين أداء العملات الرئيسية مع تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 شهرا. إلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. تراجع رأس المال السوقي بنحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.73% ليغلق عند مستوى 11.302 نقطتين. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، فيما هبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة. كشفت الهيئة الوطنية للصحافة عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان
صناعة بلدنا الذي يجمع كبرى القطاعات الانتاجية والصناعية بمصر تحت سقف واحد يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 من يوليو القادم بمركز مصر للمعارض الدولية. وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، قال رئيس الهيئة عبد الصادق الشوربجي أن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع والصناعة من طفرة، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى نهاء وريهام، إليكم. شكرا جزيلا لك رجائي.